الباراجراف ده عن ساتلايتس الاقمار الصناعيه. اول حاجه نعمل مقدمه كده بسيطه نقول there is no doubt، الدي ال بي هنا ما بتتنطقش، لا شك that satellites play، ان الاقمار الصناعيه play بتلعب an important role، دور مهم من our life في حياتنا. Satellites الاقمار الصناعيه are used all over the world، تستخدم في جميع انحاء العالم. Satellites are used all over the world. نحن نستخدم الأقمار الصناعية في كذا وكذا، نبدأ نتكلم بقى. We use satellites for GPS, weather reports، تقارير الطقس، TV، تلفزيون، راديو، الراديو، the internet، الانترنت، and mobile phones، والموبايلات. GPS is used to show the way، GPS يستخدم لتوضيح الطريق، يعرفنا السكة يعني. Satellites الأقمار الصناعية help us to study the weather، بتساعدنا ان احنا ندرس الطقس. They show، هي بتوضح كيف يعني، الأقمار الصناعية بقى بتوضح في تقارير الطقس يعني how wind، كيف الرياح، and clouds are moving، حركة الرياح والسحاب. We can use satellites، نقدر نستخدم الأقمار الصناعية ديت for TV، في التلفزيون. We can watch matches، ممكن نشاهد المباريات، and movies، والأفلام من خلال يعني الأقمار الصناعية. We can know the news، ممكن نعرف الأخبار. ممكن اكتب ازود عليه from all over the world، من جميع انحاء العالم، الاخبار من جميع، from all over the world يعني من جميع انحاء العالم. ساتلايت فونت، الموبايلات اللي هي متصله بالاخبار الصناعيه ديت، can work anywhere، ممكن تشتغل في اي مكان. they are very useful، هي مفيده جدا. they are very useful in remote areas، في المناطق البعيده النائيه، المناطق النائية. such as يعني مثل deserts، الصحاري، and forests، والغابات. We can't do without satellites، لا يمكننا الاستغناء عن الأقمار الصناعية. دي معناها التعبير بتاع التحفظ، we can't do without كذا، ما نقدرش نستغنى عن كذا. We can't do without أي حاجة بقى، موبايل فونز، انترنت، أي حاجة ما تقولها في أي حاجة، لا يمكن الاستغناء عن كذا. أهو الموضوع بالعربي أهو. نثبت الفيديو ونقرا ونترجم اللي مكتوب، تمام؟ الكلمات برضو الصعبة اللي جت هي كلمة ساتلايتس، تحفظ، important، remote، بعيدة، يعني anywhere، deserts، لا مفيش كلمات زي ما صعبة، الموضوع سهل.